بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البرنامج الذي كما عودناكم يسلط الضوء على آلية الارتباط وماهية الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال مجموعة من الأسئلة تطرح على المؤمنين في هذا المكان المبارك، ألا وهو مسجد السهلة المعظم الذي يرتاده الناس لأجل توثيق العلاقة ولأجل أداء الطاعة والعبادة لله عز وجل وتوثيق الصلة والقرب بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمن كان له حبيب في حياته لا بد أن يتواصل مع هذا الحبيب، كيف لا يكون حبيبنا هو إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي به حياة قلوبنا، به إنقاذنا من كل ما نحن فيه، به نجاتنا في الدنيا والآخرة. أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي. أهلا ومرحبا بكم وكونوا معنا. سادة المشاهدين الكرام، على بركة الله نبتدئ بأحد المؤمنين الذين يرتادون مسجد السهلة المعظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الزيارة والأعمال منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. الاسم الكريم؟ الحاج فراس الطيارة. حاج فراس، أنتم من الذين ترتادون مسجد السهلة باستمرار؟ لا والله، بصورة يعني متقطعة، يعني مو أسبوعيا، يعني خلينا نقول بالشهر مرة أو أكثر، يعني حسب الظروف يعني. وأنت تزور مسجد السهلة، وأكيدا أنك تعلم أن مسجد السهلة من الأمور المهمة فيه أنه منزل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمامنا ومنقذنا. هنالك سؤال يتعلق بالإمام المهدي، هل بالإمكان أن تذكر لي الأدعية التي ترتبط بالإمام المهدي؟ حج الأدعية هواية كثيرة للإمام المهدي عجل الله فرجه، بس أبرزها دعاء الفرج ودعاء الندبة ودعاء الأحد سلام الله عليه، لأن مشهورات يعني أكثر المؤمنين وأكثر شيعة المؤمنين عليه السلام يذكروها. يعني هل بالإمكان أن تفصل لي متى تقرأ عادة الشيعة، متى يقرأ؟ يعني دعاء الفرج يوميا، يعني حتى بالقنوت يقرأ قنوت الصلاة الواجبة ومستحبة يوميا، بأي وقت بأي لحظة مستحب جدا. ندبة يوم صباح كل جمعة، الأحد يعني اختيار أيام أي وقت تحتاج يعني تقرأ يعني، بس الفرج يعني مشهور كلش، يعني الدعاء مجرب ومشهور، يقضي حوائج ويحافظ على النفس، وبي هواية أمور يعني تخدم اللي يقرأ يعني بصراحة، واللي يسمعها ماتين يعني تنزل على بركات يعني الإمام سلام الله عليه. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم سادة المشاهدين الكرام، كما أجاب الحاج فراس، هنالك أدعية ثلاثة مشهورة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ألا وهي دعاء الندبة ودعاء العهد ودعاء الفرج. وجزاه الله خير أيضا ذكر التوقيتات التي تقرأ فيها عادة هذه الأدعية. للدعاء أثر كبير في زيادة الارتباط مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا نحن بدعائنا له هو فرج لنا أيضا، نحن حينما ندعو للإمام المهدي أكيدا أن الله عز وجل سيستجيب لنا دعواتنا ببركة ذكرنا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لك حاج. قبل منكم وغادر. الآن نلتقي مع مؤمن آخر من المؤمنين الذين يرتادون مسجد السهلة المعظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ السيد عمار الموسوي النجف الأشرف. بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء. بالنسبة لارتيادكم لمسجد السهل المعظم كيف يكون؟ طبعا نحن ببركة الله كل ليلة أربعة نأتي إلى هذا المكان المعظم للتبرك به، وهذا هذه الرقعة المباركة تبركوا بها 124 ألف نبي. نعم. وأنت ترتاد هذا المكان وبهذه المدة التي تتحدث عنها أنها كل ليلة أربعة، هل لك أن تحدثني عن شعورك وأنت تدخل إلى مسجد السهل المعظم؟ حقيقة ليس في هذه المقعة المباركة وإنما في جميع العتبات المقدسة، المؤمن عندما يأتي إلى هذه البقاع يشعر بروحانية كبيرة ويشعر بارتياح شديد، حيث كلما حمل الإنسان هذا من هموم ومآزم هذه الدنيا ومصاعب تلك الدنيا، عندما يأتي إلى هذه البقاع المباركة يشعر أنه قد فرغ من الهموم وفرغ من جميع تلك الأزمات والكربات التي تصادف الإنسان في حياته اليومية. أحسنت. إذن سادة المشاهدين الكرام، التفاتة أخرى يلتفت إليها هذا العبد الصالح أنه يقول أن مثل هذه الأماكن مسجد السهلة المعظم حينما تدخله وأنت تستذكر حال الأنبياء الذين زاروا هذا المكان، وكذلك حال إمامنا المهدي ونحن في بيته المعهود إن شاء الله عند ظهوره، أكيدا تنتابك حالة من الإخلاص وحالة من الروحانية وحالة من تنفيس الهموم، ونحن مثقلون بالهموم كثيرا خصوصا في ظل الأزمات والفتن التي تحدق بنا من كل صوب. هذا المكان هو يعد محلا لتنفيس الهم وتفريج الكرب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وهذه هدية مقدمة من بنات الإمام المهدي. أريد أن أختم بهذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون، صدق الله العلي العظيم. الإمام صاحب العصر والزمان، كل أمة إمام زمان، وإمام زماننا موجود، ولا بد أن نكثر أو نكثف على هذه الفكرة على أنه الإمام عليه السلام موجود وحاضر معنا في كل مكان وفي كل زمان، ونحن ببركته وببركة آبائه الطيبين الطاهرين ننعم بهذه النعمة الأمن والأمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بارك الله بك، شكرا جزيلا، جزاك الله خير. سادة المشاهدين الكرام، كما هو الحال في كل حلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن نلتقي فئات عمرية مختلفة نوجه إليهم الأسئلة لاستطلاع مدى ثقافتهم العامة وكذلك الثقافة المرتبطة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نلتقي الآن مع أحد هؤلاء الشبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. الاسم الكريم؟ محمد. باستمرار تأتي إلى مسجد السهلة؟ طبعا نأتي إلى مسجد السهلة باستمرار، ونأتي للدعاء لصاحب العصر والزمان بتعجيل فرجه الشريف. إذن من جوابك هذا أفهم أن هنالك، أنت تعلم أن هنالك ارتباط بين مسجد السهلة والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلماذا أنت تأتي إلى مسجد السهلة؟ طبعا نأتي للدعاء إلى الإمام صاحب العصر والزمان ب يعني تعجيل فرجه، وندعو إلى حفظ العراق والشعب العراق أيضا. حدثني عن مسجد السهلة، ماذا تعرف عنه؟ طبعا قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن مسجد السهلة المعظم، قال: لو أن عمي زيد أتى مسجد السهلة فصلى في ركعتين لأجاره الله 20 سنة. أحسن، طيب الله أنفاسك. سادة المشاهدين الكرام، حينما تجد يافعا بهذا العمر
يتحدث إليك بهذه اللغة، وكذلك يتحدث عن حديث لربما لا تتداوله الألسن كثيرا ولا يتطرق إليه كثيرا أيضا، يتحدث عن الاستجارة بمسجد السهل المعظم، ويذكر هذا الحديث عن الإمام الصادق في حديثه عن عمه زيد أنه لو استجار بمسجد السهل لأجاره 20 عاما. من المهم جدا أن نحفظ أولادنا أحاديث تتعلق بأئمتهم ولزيادة العقيدة والارتباط بهم. شكرنا الجزيل لك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي. نشكر قناة المهدي على هذه الهدية المباركة. الله يبارك فيك. سادة المشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ سالم محمد خلف الشيخ زيني. من أي مكان؟ من الحرية، من بغداد الكاظمية. هل ترتاد مسجد السهلة باستمرار؟ نعم، منذ 20 عاما أتي إلى مسجد السهلة، وكل أموري إذا أجي المسجد تنحل وتنفرج. نقطة أشار إليها هذا العبد الصالح أن كثير من الأمور التي يأتي الناس ويطلبونها ببركة هذا المسجد المعظم وبالمقامات الموجودة فيه، فإن الله عز وجل يفرج عنهم الهم والكرب ويقضي الحوائج. بودي أن أسألك سؤال من يعد هو من عقائدنا نحن الشيعة، ماذا تعرف عن الرجعة؟ ما معنى الرجعة؟ الرجعة هو رجوع الأموات إلى الدنيا، مثل يرجع الإمام علي ليحكم وراء الإمام المهدي عجل الله فرجه، ويأتي الإمام الحسين كذلك يحكم، وعند دعاء العهد اللهم اخرجي من قبري، ندعو بدعاء العهد من قبري شاهرا سيفي مجرد قناتي ملبيا دعوة الداعي مو، اللهم اكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه. نعم. أحسن. جواب جدا جميل وجدا رائع. فعلا الرجعة هي رجوع الأموات إلى الدنيا، واستشهد أيضا بدعاء العهد الذي نقرأه عند الصباح للإمام المهدي، أنه عند ظهوره المبارك إن لم ندركه فأخرجني مؤتزرا كفني شاهرا سيفي ملبيا دعوة الداعي إلى إذا دعاني. حقيقة الرجعة من الأمور المهمة التي يجب الإيمان بها، وتعد من الضروريات أيضا، ولها فوائد كثيرة، ومن الأمور الثابتة قرآنيا، فقد حدث رجوع لكثير من الأموات، ولعل في أول سورة في القرآن أو السورة الثانية بعد سورة الفاتحة سورة البقرة يحدثنا القرآن عن الرجل الذي أعاده الله إلى الحياة بعد أن ضرب بعظم البقرة التي أمر بني إسرائيل بضربه بها. جزاك الله خير الجزاء، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، والله يبارك بكم. شكرا جزيلا. شكرا لله، إن شاء الله تقدمون أكثر. سادة المشاهدين الكرام، مؤمن آخر نلتقي به في مسجد السهلة المعظم ضمن برنامج في منزل المهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ حيدر فائق محمد علي. بارك الله بك حيدر. أخ حيدر، وأنت ترتاد مسجد السهلة المعظم، وأكيدا هذا المسجد له ارتباط وثيق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن برنامجنا يحمل هذا الاسم في منزل المهدي. بودي أن أسألك مسألة، ما هي أكبر معركة في أحداث الظهور؟ طبعا المعركة الكبرى في أحداث الظهور هي تحرير القدس إن شاء الله من أيدي اليهود، كذلك الإمام سلام الله عليه سيصلي هناك، وخلفه عيسى روح الله إن شاء الله، وكل المسلمين إن شاء الله. أحسنت، بارك الله بك، جواب جدا جميل وجدا صحيح.
في الحقيقة سادة المشاهدين الكرام، الحرب هي حالة استثنائية يلجأ إليها الإمام عند الضرورات القصوى، لأن الإمام ليس برجل حرب وإنما رجل سلام، يعمد إلى نشر السلام والوئام والمحبة والألفة بين جميع بني البشر، إلا أن هنالك حالات استثنائية حينما يجد هنالك عنادا ولجاجا في قبول الحق ولا يلجؤون إلى الإذعان إلى قبول الحق، بالعكس يعمدون على محاربة الحق، فيلجأ الإمام إلى الحرب. ومن أهم الحروب التي سيخوضها الإمام هي معركة تحرير القدس. كان جوابا صحيحا، نشكرك غاية الشكر، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. سادة المشاهدين الكرام، كما عودناكم في كل حلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن نختار مجموعة من المؤمنين الذين يجلسون في المقامات المقدسة الموجودة في مسجد السهل المعظم. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ عباس هادي، من أهالي النجف إن شاء الله. تقبل الله زيارة والأعمال إن شاء الله. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله، بارك الله بي. نحن نلاحظ أن معك عائلتك الكريمة، هل ترتادون مسجد السهل باستمرار؟ نعم، كثرة إن شاء الله، مو دائما بس كثرة، دائما نتردد إحنا والعائلة لطلب الدعاء إن شاء الله والثبات. هو هذا السؤال الذي أحببت أن أسألك عنه. نحن نعلم أن مسجد السهلة هو بيت للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلماذا جئت إلى بيت الإمام هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نجي نثبات للولاية ونجدد عهدنا للإمام عجل الله فرجه، والدعاء لأخوتنا المقاتلين بجاهز بالنصر والثبات إن شاء الله، وجميع المؤمنين والمؤمنات، وطلب حوائجنا إن شاء الله مقضية بحل إن شاء الله. وتجلب معك أولادك لكي تعلمهم أن يسيروا على هذا الخط وهذا النهاية. أكيد أكيد، العائلة والأطفال يتعلمون من عندنا من جيل على جيل إن شاء الله، ثبات على الولاية إن شاء الله جميعنا ولكم. نعم سادة المشاهدين الكرام، في الحقيقة هنالك أمر مهم جدا ينبغي أن يكرس المؤمن جزء من دعواته في الأماكن المقدسة للدعاء للمؤمنين الذين يرابطون في الثغور لأجل النصر والثبات والعزيمة، فلولاهم لما كنا نحن الآن نعيش في بحبوحة الأمن والأمان، وكذلك هم يصدون الهجمات التي تحصل على المؤمنين والمسلمين في كل الأماكن المقدسة. كان جوابا صحيحا، نشكرك غاية الشكر، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الفضائي. نسألكم الموفقية إن شاء الله والنجاح، بارك الله بكم، نسألكم الدعاء. سادة المشاهدين الكرام، كما تشاهدون يعني أغلب المؤمنين حتى في ظل قساوة الظروف الجوية هم يأتون مع عوائلهم لأجل التبرك بالأماكن والمقامات المقدسة. يسرنا أن نلتقي مع مؤمن. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ فارس حسين. الله يتقبل الزيارة والأعمال. مالك جينا لها. أنت الآن في بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي مسجد السهلة المعظم، الشعور الذي ينتابك وأنت تجلس في هذا المكان؟ والله الشعور يعني واحد من يجي الأماكن المقدسة الشعور بالطمأنينة وراحة البال، ويعني ونسأل الله بهذا المكان، يعني هذا المكان الطاهر، أن يعم الأمان والأمان على الشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية جميعا، ويحفظ الحشد الشعبي زين، ويحفظ على الأمة هاي جميعا يعني، ويبعد كل شر يعني يلوح بالأفق، يعني دائر ما دائر الشعب هذا المظلوم اللي قاعد يعاني من سنوات يعني طوال. أشار في جوابه إلى نقطة مهمة وجميلة جدا، ألا وهي الشعور بالطمأنينة والأمان، ونحن نجلس في المقامات والأماكن المقدسة تبعث هذه الأماكن المقدسة على شعور بالطمأنينة والراحة والأمان، وكذلك هم يدعون للإمام ويرجون من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الدعاء لهم. جوابك كان صحيح، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، بارك الله بك. واسأل الله الموفقية، وإن شاء الله يعني أكثر وأكثر الإبداع إن شاء الله، يعني ببركة الإمام يعني وبركة أهل البيت إن شاء الله، يبارك بكم كل ما تقدمونه يعني هو لصالح المجتمع، يعني أشكركم يعني جزيل الشكر. Oh,
سادة المشاهدين الكرام، حتى النساء لهن الدور البارز في ارتياد الأماكن المقدسة وأداء الطاعة لله عز وجل والعبادة في هذه الأماكن، وخصوصاً من الأمور المفرحة التي نراها ارتياد النساء والتزامها بارتداء الحجاب الإسلامي الذي نصت عليه الشريعة المقدسة. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنات. سلام عليكم. السلام، الله يعطيكم العافية. أنت ترتادين الزيارة، تكثرين الزيارة إلى مسجد السهلة؟ الحمد لله والشكر، وأحس بالأمان والاطمئنان. هو هذا الأمر الذي أحببت أن أسألك عنه، ما هو الشعور الذي تشعرين به وأنت تجلسين في مسجد السهلة وفي بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ أشعر بالأمان والاطمئنان والعبادة لله والأمان، وندعي لأمة محمد بالخير والسلامة والنصر على الأعداء إن شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الموقرة، الله يحفظكم إن شاء الله. إذن الجواب الذي أجابت به الأخت المؤمنة هو أنه تشعر بطاعة الله وعبادته، وكان جوابا جميلا ولطيفا في الحقيقة. نحن نشكرها على هذا الجواب، فالأماكن المقدسة وخصوصا مسجد السهل المعظم يجعلنا نشعر بعبادة الله وطاعته، وكذلك الانتظار الإيجابي، انتظار الفرج، فرجنا وفرج المؤمنين جميعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأماكن تعودنا على الانتظار الإيجابي من خلال ارتياد هذه الأماكن والدعاء للإمام بتعجيل الفرج. شكرا جزيلا، جواب صحيح، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، الله يبارك. جزاكم الله ألف خير. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا في المقامات المقدسة في مسجد السهلة المعظم، ويسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي عدنان الزبيدي. بارك بكم. أخ علي، أنت من الذين يرتادون مسجد السهلة بكثرة؟ بإذن الله مواظبين كل ثلاثة على زيارة مسجد السهلة. بما أنه مسجد السهلة مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن ننتظر الظهور المبارك، هنالك علامات محتومة ينبغي حدوثها حتى يحدث الظهور بحسب ما أكدت عليه الروايات، هل لك أن تذكر لي هذه العلامات؟ إن شاء الله. يعني يمكن حافظ المعسرة، قتل النفس الزكية، خسف البيداء، السفياني، النداء، واليماني. نعم، كان الجواب صحيحا. هنالك سادة المشاهدين الكرام، الروايات نصت على علامات محتومة وعلامات غير محتومة. من العلامات المحتومة ما ذكره الأخ المؤمن، جوابه كان صحيحا، ألا وهي السفياني واليماني والنداء وكذلك قتل النفس الزكية وخسف البيداء. طبعا لكل واحدة منها شرح يطول حديثه، ولكن الأئمة يؤكدون أنه ما لم تحدث هذه العلامات التي تكون متزامنة مع الظهور المبارك للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا، كان جوابا صحيحا، ونتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكركم ونشكر هذه المبادرة الحلوة من القناة لنشر وتوعية الشارع الديني ونشر الثقافة المهدوية. الله يسلمك، ربي يحفظكم. لا زلنا وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتجولنا بين المؤمنين في المقامات المقدسة، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي، اسم الكريم؟ حسن أبو يوسف، حسن ياسين. أخ حسن، أنت من الذين يرتادون مسجد السهلة باستمرار؟ الحمد لله والشكر، كل ليلة أربعاء أتي إلى جامع السهلة. بما أن مسجد السهلة هو المعهود عنه أنه بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنت تجلس في بيته الآن، ما الشعور الذي ينتابك؟ أنا أحس إن شاء الله لا الله جل جلاله يعطينا هذا الشعور، وأسأل الله جل دائما هذا الشعور مع ولد السيدة الزهراء سلام الله عليها، أشعر بأن أدي الحق للسيدة الزهراء سلام الله عليها، وما أنسى ولدها الإمام المهدي.
يعني دائما انا بذكر الامام المهدي ليلا صباحا ظهرا، يعني دائما هذا شعوري انا ويا الامام المهدي كانما موجود وياي، الله هو يعني سبحانه عز وتعالى هو. في الحقيقه اجابه جدا رائعه وملفته للنظر ايضا. هذا المؤمن يقول انه بزيارته لمسجد السهله يؤدي حقا للسيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بانه لم ينسى ولدها وجاء الى هذا المكان ليجدد العهد به، كان جوابا صحيحا، نتمنى له دوام التوفيق. شكرا جزيلا. وهذه هديه مقدمه من قناه الامام المهدي الفضائيه. اللهم قل لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، ورحمتك يا أرحم الراحمين. إذن سادة المشاهدين الكرام، هكذا هي مشاعر المؤمنين تجاه إمامهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يرجون منه النجاة والإنقاذ من حالهم الذي يحيط بهم، تكالب الأعداء عليهم ولا يجدون منقذا ومفرا وملجئا إلا إليه، وهو الواسطة بينهم وبين الله عز وجل لينقذهم من هذا البلاء. فيما مضى من الوقت كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام حيث عشنا أوقاتا طيبة ومباركة بذكر الإمام المهدي وفي منزله مسجد السهلة المعظم في برنامج منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى إلى ذلك الوقت، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.